دولة الكويت تشارك العالم اليوم إحياء مناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة. منظمة الصحة العالمية صنفته بأنه مرض مزمن ومشكلة صحية معقدة تتأثر بالعوامل الوراثية وسلوكيات صحية خاطئة. نعم، نسبة السمنة في الكويت بلغت مستويات عالية وفق الإحصائية الأخيرة، إذ تصل النسبة إلى 40% عند البالغين وسط تحذيرات من ارتفاع هذه النسبة، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على صحة الأفراد. صنف من منظمات دولية بأنه وباء ومرض العصر، فسر بأنه مرض معقد وشائك. هذا المرض هو مرض السمنة الذي يسير بوتيرة متسارعة وبزيادة مستمرة، وتشير آخر الإحصائيات أن 40% من الكويتيين البالغين مصابون بالسمنة المفرطة و 78% زيادة في الوزن. نسبة زيادة الوزن بالنسبة للأطفال تفوق 51%، هذه زيادة وزن، ونسبة السمنة 22.7%، السمنة الحقيقية اللي هي زيادة. أيضا نسب الخمول البدني مرتفعة جدا سواء بالكبار، فمرتفع فوق 60%، 62% تقريبا خمول، ومن ضمنها مكافحة السمنة عن طريق تقليل عوامل الخطورة. هذا واحد اللي هو تشجيع النشاط البدني، كذلك التركيز على عمل حملات توعوية موسعة، مشروع عيادات التغذية في تقريبا المراكز الصحية الأولية. الجينات الوراثية ومشاكل الغدة الدرقية والكظرية من العوامل المسببة للسمنة، ولكن أكد الأطباء المتخصصون أن السبب الرئيسي لانتشار السمنة في البلاد العادات الغذائية الخاطئة والخمول البدني. التغذية أو الأكل صار هو نوع من التسلية في حياتنا، فهذا الوباء اللي انتشر بسرعة البرق. فطبعا في أسباب أخرى ما ننكرها، اللي هي عمل وجود أمراض هرمونية، وجود أمراض جينية، وجود عوامل نفسية، ولكن لنكون أكثر واقعيين، السمنة يعني في هذا المجتمع الخليجي بشكل عام وفي العالم كله بشكل عام أيضا سبب العادات الغذائية السيئة، الممارسات الخاطئة، قلة الرياضة. جراحات السمنة يلجأ إليها الأطباء بعد استنفاذ كافة السبل لإنقاص الوزن والحد من المضاعفات الخطيرة. دولة الكويت تصنف الرابعة عالميا من حيث إجراء جراحات البدنة. عمليات السمنة الحين تشكل تقريبا أكثر من 20% من العمليات، من 15 إلى 20% من العمليات اللي تجرى داخل دولة الكويت. من 2017 لتقريبا إند أوف 2018 3000 حالة تمت في مستشفيات الحكومة، والرقم القريب جدا في مستشفيات الخاصة تقريبا حالات كل جراحة. طبعا مينلي اللي هو التكميم، أكثر برسنتج من الحالات اللي تجرى في دولة الكويت عمليات التكميم، ويليها عمليات الباي باس والباندينج، وتقريبا الرقم قريب جدا أو مشابه في المستشفيات الخاصة. السمنة هي بؤرة الإصابة بالعديد من الأمراض، فهي المسبب الأول بالسرطان والثاني لأمراض القلب، وتشير آخر الدراسات أن 90% من المرضى الذين يعانون من الفشل الكبدي في البلاد بسبب السمنة والسكري. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.